زوجة تشكو أن زوجها يخرج إلى العمل ويعود متأخرا دون أن يترك لها فرصة تتحدث معه فيها بخصوص عمله، بل وفيما تعده له من طعام وغيره، وإذا حدثته في ذلك قال: لا رأي للمرأة في عملي، لأن رأيها لا قيمة له، وقد تفشي أسراري لغيري، فهل هذا الكلام صحيح؟ إن المشورة في حد ذاتها أمر هام، وبخاصة في المشكلات، والحياة الزوجية كغيرها فيها مشكلات، والرجل والمرأة شريكان فيما يصيب الأسرة من خير وشر، وبعيدا عن مشاورة المرأة في عمل زوجها خارج البيت، فإن التشاور فيما يخص البيت له أهميته، والناس في ذلك مذاهب. فبعض المتزمتين يهمل رأي المرأة إهمالا تاما، لأنها في نظره ليست أهلا للمشورة، وما عليها إلا أن تنفذ ما يأمرها به، وهو فهم سيء لمعنى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. والبعض يشرك زوجته في كل شأن من الشؤون، بل قد يصل إلى تملصه من المسؤولية، ويؤثر أن يعيش شخصا عاديا في المنزل، والمرأة هي المشرعة ويكون هو المنفذ، وقد تتمادى هي في ذلك فتستأثر بالسلطتين معا، التشريع والتنفيذ، وتستولي على إيراده، وتضع بنفسها مشروع الميزانية، وتخطط وتنفذ كما تريد. إن هؤلاء وهؤلاء ليسوا على حق، فالأولون فرطوا في حق المشاورة، مع أن مشاورة الزوجة قد تفيد، وبخاصة إذا كانت على درجة طيبة من الثقافة ومن التدين والإخلاص. وقد حمد الرسول صلى الله عليه وسلم لصفية زوجته رأيها في عدم بنائه عليها وهي في الطريق منصرفا من خيبر خوفا عليه من اليهود، واستجاب لرأي أم سلمة في أزمة صلح الحديبية بأن يبدأ هو بالتحلل من الإحرام حتى يتأسى به أصحابه المتأثرون بهذا الصلح. والتاريخ مليء باحترام رأي المرأة الذكية المخلصة، فقد أشارت بنات شعيب، أشارت عليه باستئجار موسى لأنه قوي أمين، وأشارت امرأة فرعون بعدم قتل موسى عندما التقطوه من اليم وقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والذي يفرط في إعطاء المرأة كل الزمام مخطئ، وأخشى أن ينطبق عليه حديث الترمذي: وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. فمن الخير أن تكون هناك مشاورة بين الزوجين، وبخاصة في أمور الأسرة، فذلك ما يقتضيه عقد الشركة بينهما، والمرأة أدرى بكثير من مصالح المنزل، والأذواق مختلفة فيما يؤكل ويلبس مثلا، وفيها إحساس المرأة بمركزها الأدبي، وتخفيف من اللوم عند الفشل في نتيجة المشاورة. ويدل على مبدأ المشاورة قوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وإذا كان عمر رضي الله عنه قد قال: خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة، فذلك عندما زجر امرأته لإشارتها عليه في أمر أحد الولاة، لأنه تدخل فيما ليس من شؤون المنزل. ومن قبله لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رأي عائشة في تقديم أبيها أبي بكر ليصلي بالناس عندما كان الرسول مريضا.
والله أعلم.